هنحتاج نص كيلو من صدور الفراخ جبناها مخلية من الجلد والعظم، غسلناها بالمية والخل والملح والدقيق وصفيناها، وبعدين قطعناها شاورما رفيع. فلفل أحمر وأخضر و متقطعين شرايح رفيعة، بصل أحمر متقطع شرايح رفيعة، دقيق، لبن، ملح وفلفل وزبدة، قرفة وجوزة الطيب، جبنة مبشورة مشكلة، يعني ممكن تستخدموا موتزاريلا، فلامنك، تشادر اللي موجود عندكم، كريمة، مشروم شرايح، وذرة حلوة مسلوقة جايبينها علب، وبنصفيها ونشطفها كويس قوي قبل الاستخدام. معلقة زيت، هحط معلقة زبدة يا جنى. جنى ازاي تعمليها بالقشطة؟ حطينا زيت وزبدة، نزلنا عليهم الفراخ، هنحط عليهم القرفة، جوزة الطيب، هنزل بقى دلوقتي البصل عشان يبتدي، زبدة، بسم الله الرحمن الرحيم، نشغل بقى على الحلة زبدة ومعاها زيت، أول ما يسيحوا هقوم منزلة عليهم الدقيق علشان أشوحوا معاهم. هنا الفراخ مع البصل والملح والفلفل والقرفة وجوزة الطيب والزيت والزبدة، ونبتدي بقى ننزل بقية الحاجات. يا يارا، فلفل رومي أحمر وأخضر، يارا هنا بصوا بقى اهو، نزلنا الفلفل الرومي الاحمر والاخضر، الذره والمشروم، اي حاجه مش متواجده فيهم وهنشيل حاجه ونحط حاجه مفيش مشكله خالص، مش هتفرق، بس يعني هي انا بعملها كده وبحبها كده الصراحه. هحطها هنا يا يوسف. حطينا يا حبايبي الزيت والزبده، نزلنا عليهم الدقيق، قلبناهم، نزلنا عليهم اللبن، هنديله رشه ملح، نقلب تاني، نظبط القوام باللبن لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، وممكن نحليه بشويه كريمه في الاخر وممكن لا، وعلى الوش هنحط الجبنه. اذا كلكع منكم عدوه على مصفى ما يهمكوش خالص، مش نهاية العالم.